من يصيبك ضعف لا تضعف. اركض اركض لآل محمد. إن هو أبوي أنا وين أروح؟ هاي غلطت غلطت أنا الآن ارتكب الذنب. زين أنا من ارتكب الذنب صار يعني خلاص اعترت. اللي يعتر يقوم شاش عده قاعد. إذا بس يقعد يركب إبليس. أنت الآن من ترتكب معصية لا تقول أوه بعد أنا ما يفيد. لا تتفيد لأن أنت مالتهم مالتهم أنت. بس صارت خلاص قوم اركض وراهم. لذلك لا تأيس بدرب الله. لا تأيس حتى لو عندك معاصي. لذلك لا تأيس بدرب الله. لا تأيس حتى لو عندك معاصي. يؤتى بعبد يوم القيامة فيحاسبوه يقول له إلا أنت ما عندك حسنات خلاص روح للنار. فلما يذهب إلى النار يلتفت إلى الوراء أو اليوراء فيأتي النداء عبدي لما التفت ليش التفتت؟ يقول له يا رب أنا أدري إنه أنا من أهل المعاصي حتى في الدنيا كنت أدري لعله أنا من أهل النار لكن سيدي أنا كنت أحسن بك الظن أقول الله أرحم الراحمين ما يذبني بالنار تاليها تخيب ظني يذبني بالنار شلون؟ فيقول الله الرحيم الرؤوف يقول أرجع عبدي إلى الجنة لحسن ظنه بي قلبي يحدثني بأنك متلفي اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك عرفت أو لم أعرفي ما لي سوى روحي أنا بس روحي عدي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي فلئن رضيت بها فقد أسعفتني إذا أرضيت بي على هذا حالي خلصتني أنقذتني يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي وين عطي وجهي إذا طردتني يا الله لذلك لا تأيس بدرب الله لا تأيس حتى لو عندك معاصي.